أهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا أعود إليك أستاذ كمال بن سالم. ربما اليوم نتحدث عن سيطرة لقوات خليفة حفتر لمدينة سرت الساحلية، طبعا قبيل ربما مؤتمر برلين الذي لم يحدد موعده بعد. اليوم الجميع يحاول كسب مناطق على الميدان من أجل الجلوس ربما والتفاوض بقوة في حال الجلوس على طاولة الحوار. كيف يمكن ربما أن يؤثر هذا على الحل السياسي؟ أظن أنه حفتر يعني أول ما بدأ الحرب أفشل فيها، وقال ندخل العاصمة في يومين في أسبوع في أشهر وأخسر الحرب. يعني عبر هذه المدة يعني أثبت حتى لداعميه حتى للدول اللي كانت تراهن عليه على أنه يعني في الميدان فشل فشل ذريع جدا. وحكومة السراج الحكومة الشرعية يعني متفوق عليه سياسيا وعسكريا لحد الآن. اليوم التدخل تاع الجزائر، لو 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 أرادت الجزائر أن تتدخل عسكريا، وهذا يعرفها حفتر تعرفها كل الدول اللي راهي يعني تشكل هذا 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 التدخل في ليبيا، لو أن الجزائر أرادت أن تتدخل وتحسم الحرب يعني تحسمها من الجزائر دون أن تدخل إلى الحدود، يعني بالقوة العسكرية اللي يعرفها الجميع اللي أصبحت تملكها الجزائر تمتلكها الجزائر تقدر يعني تغير الوقائع على الأرض من داخل الجزائر بدون ما يعلم ولا واحد. ولكن اليوم الجزائر هذا المبدأ يعني ماضية فيه هذه الحكمة على أنه الحفاظ على دولة جارة تربطنا بها التاريخ، تربطنا بها الجغرافيا، مستقبلنا واحد، تكن كل الاحترام والمحبة للشعب الليبي اللي هو امتداد للشعب الجزائري اللي تربطنا معه اللغة، اللي تربطنا معه الدين، اللي الجزائر يعني ما تنساش خير الليبيين وكل العرب. فمن كل هذه الأشياء تخلي الجزائر على أنها، لأنه الشعب الليبي اليوم عما بقات له إلا دولة واحدة إلى جانب تونس اللي اليوم غيبوها للأسف الشديد في الحوار تاع برلين. طيب. اللي كان ممكن تساعد كثير الجزائر. احنا يعني طيب سنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. ربما أستاذ جرافة أعود إلى نقطة تتعلق بدعوة الجزائر مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في ليبيا، ودعوة الأطراف الدولية المتنازعة أيضا إلى الكف عن تغذية النزاع وتمويله بالسلاح. اليوم كيف يمكن أن يجسد مجلس الأمن قرارات بإمكانها ربما وقف زحف خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، ووقف أيضا الاقتتال؟ هو أنا أرى أنه هذا واجب على الإعلام أن يبرز هذه النقطة بوضوح، لأن الدولة الوحيدة التي طلبت رسميا من الأمم المتحدة وفق قانونها الداخلي التدخل في موضوع الصراع الحالي الليبي. لماذا؟ لأن الأمم المتحدة اعترفت بشكل رسمي وعلني بحكومة السراج أنها حكومة شرعية. ما يعني أن ما يقوم به حفتر هو عمل ميليشياوي، هو عمل مسلح ضد دولة مستقلة شرعية لها قيادة. صح. الآن ما دام الأمم المتحدة تعترف بهذه الشرعية، وكانت ربما هي التي ساهمت في إنشاء هذه الحكومة الشرعية، لماذا لا تتدخل الأمم المتحدة بتكلها الدولي لوضع حد لهذه التناكفات والتحالفات الغير طبيعية التي ستدمر ما بنته الأمم المتحدة خلال سنوات؟ إذن الأمم المتحدة راهي مسؤولة أمام الضمير الإنساني وأمام البشرية. طيب. عما يحدث اليوم في ليبيا، لأن الأمم المتحدة تعلم أن فرنسا تتدخل بشكل لا يخدم الحل، وأن مصر تتدخل بشكل لا يخدم الحل، وأن الإمارات تتدخل بشكل لا يخدم الحل،
وأنهم في نهاية المطاف كما قلت لك الهدف ما هوش هو الحسم العسكري الكامل. الكل يعلم أنه لن يكون هناك حسم عسكري، يدخل اليوم لسيرته غدوة يخرج منها وهناك كر وفر إلى آخره. إذن بعدها وين نروحوا؟ نروحوا للحل، الحل السياسي. الحل السياسي في نهاية المطاف من يقوم به الحوار، من يقوم به هو الأطراف الليبية الليبية. وإذا كان الشعب الليبي أراد أن يغير، أراد أن يحدث التغيير، أن يأتي بشيء جديد، أن فله ذلك. لكن قبل أن نصل إلى هذا ينبغي أن نوفر الأجواء والمناخات التي تسمح للأطراف الليبية المتصارعة أن تجلس على الطاولة واحدة. لا يمكن أن تجلس الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة إلا بضغط دولي وأممي. ولذلك الجزائر هي ما استنتش الأمم المتحدة، لأنه موضوعها، لأنها معنية به، الجزائر معنية، هي التي طالبت. إذن ما استنتش، هي راهي في الميدان تريد أن تجسد وتخلق الأجواء المناسبة لعودة الحوار الليبي الليبي وللبحث سياسيا عن الحلول الليبية الليبية. شوف الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأمريكا وإسرائيل كلهم في نهاية المطاف سوف يرجعون إلى هذه النظرة الجزائرية. لكن اليوم، لكن شيء الإيجابي اليوم، شيء الإيجابي أن الجزائر كانت عندها الشجاعة. طيب. لأنها أصبحت دولة مستقلة تماما. طيب. ما عادش تدي الإملاءات من عند فرنسا. طيب. استطعت أن تقول للأمم المتحدة، تخاطب رسميا الأمم المتحدة وتطالبها بالتدخل بما يحدث الحل. طيب. ربما نتحدث عن دور هذه ربما مجلس الأمن وكذا الاتحاد الإفريقي أيضا وغيرها، لكن اليوم لما نتحدث على أنه فرنسا منعت ربما قرار يدين خليفة حفتر بعد الهجوم على الجامعة العسكرية بطرابلس في الاتحاد الأوروبي، ربما هل يكون دور مجلس الأمن فعال هنا؟ هو مجلس الأمن معروف، يعني كل خمس دول اللي عندها حق الفيتو كل ما يتعلق الأمر بمصلحة هذه الدول إلا وتستعمل هذا الحق. والجزائر كما يعرف الجميع يعني منذ سنين طوال تنادي بإصلاح يعني المنظومة نتاع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعضوية الدائمة لازم تكون لدول من إفريقيا، فهي تناضل على كل الأصعدة، والموقف نتاع الجزائر معروف. اليوم الموقف نتاع مجلس الأمن أو الأمم المتحدة عليه الشعب الجزائري اليوم يعني عنده أمل كبير في اليوم لما عادت الجزائر لوضعيتها الطبيعية وأصبح عندها رئيس حكومة، فتشوف على أنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحرك لما تتحرك دولة محورية مثل الجزائر، لما تحشد الدعم نتاع الدول في العالم، لما يوقع الضغط، ضغط سياسي، ضغط إعلامي، ضغط اقتصادي. الجزائر قادرة بها تقود هذا الضغط في الوضعية الحالية برئيس يعني محنك شجاع ووعد على أنه يتحرك بقوة في هذا الموضوع. فاليوم على قلت لك في الأيام المقبلة سوف نعرف انفراج في الأزمة. اليوم الجزائر في الأزمة الليبية بالذات سوف تستعمل كل يعني ما أوتيت من قوة في كل المجالات السياسية والاقتصادية للضغط أولا على الأمم المتحدة، على مجلس الأمن، من أجل حشد يعني كل هذه القوى من أجل الذهاب إلى حل سلمي. اليوم الجزائر احنا كذلك فقط أريد أن أنوه بشيء، اليوم الجزائر تحركت يعني رسميا دبلوماسيا. اليوم هذا الموقف وهذا يعني الاحتبار الكبير اللي تلقاه الجزائر في الدول، اليوم الجزائر مثل ما تفضل الأستاذ شبه مغيبة إعلاميا على الساحة الدولية. اليوم احنا في الداخل لابد أنه من حشد الدعم للموقف الرسمي من الأحزاب السياسية إعلاميا كل النخب، لأنه القضية ليس قضية ليبية، قضية مصيرية جدا للجزائر ولكل المنطقة. لابد أننا في هذه القضية
القضية نحشد كل الدعم للجهات الرسمية، للدبلوماسية الجزائرية، أحزاب سياسية، نخب الإعلام، لابد أنه يكون واعي جدا بأهمية القضية بالنسبة للجزائر والمنطقة. هذا اللي راح يزيد يدعم الجهات الرسمية على أنها تحرك على كل الأصعدة بها تحشد الدعم. وكما تفضل الأستاذ، لا محالة على أنه كل القوى العظمى اليوم أصبحت مقتنعة على أن الحل في ليبيا هو حل سياسي، وإلا راح يعني يكون يعني سوريا أخرى وليبيا واليمن أخرى. ونظن أنه هذا شفنا مثلا الولايات المتحدة كيف في العراق اليوم، أزمة جديدة في العراق مع إيران. الولايات المتحدة أصبحت عاجزة يعني بتتدخل في 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 كل هذه الدول عسكريا. اليوم تفوض بعض الدول، بعض هذه الدول كذلك يعني شفنا عندها مشاكل داخلية بالنسبة سواء البرلمان تاعها أو شعبيا أصبحت مرفوضة الحرب خارج مجموعة كبيرة من الدول على رأس الولايات المتحدة. فاليوم المعادلة نظن بعد كل هذه الحروب، بعد كل هذه الصراعات في الشرق الأوسط، نظن أنه وعي الشعوب في كل هذه الدول أصبح ورقة ضاغطة ضد حرب جديدة في أي منطقة أخرى خاصة في ليبيا. طيب أستاذ، ربما في خدم كل هذه التطورات الميدانية خصوصا يعني بعد سيطرة اليوم على سرت ومواصلة التقدم، ربما ما هي السيناريوهات الميدانية الموجودة وما هو ما هي السيناريوهات المنتظرة؟ هل يمكن أن يتم فرض وقف إطلاق النار من أجل مباشرة الحوار، ما دام أنه الكثير من الدول في يعني تنادي بحل سياسي؟ شوف، هو قبل ما تفوتني، شوف وزير الخارجية الفرنسي البارحة يعني بعد الحادثة التي وقعت في 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 العراق بعد مقتل سليماني وبعد يعني ظهور بوادر ومؤشرات لحرب محتملة في أي شكل من الأشكال، يكون وزير الخارجية الفرنسي يعني يحذر من احتمال نشوب حرب لا يمكن التحكم فيها في الشرق الأوسط. تصور يعني تصور الشرق الأوسط مازال ما فيش حرب، مازال ما فيش الآخر، ما فيش ناس تدعو إلى حرب، لكن في ليبيا، في ليبيا الحرب قائمة وهو يدعمها بالأسلحة وبالإعلام ويقف مع حفتر في مجلس الأمن. ما هو المقصود من ذلك؟ يعني باش الشعوب تفهم باللي الدول هذه راهي تلعب على المصطلحات كما تريد لخدمة مصالح مشبوهة. موقف الجزائر موقف ثابت في الشرق الأوسط وفي ليبيا. موقف الجزائر يعلم الجميع من ناحية النظرية، من ناحية السياسية، من ناحية الاستراتيجية، ما فيش طرح آخر بديل. ولذلك الذي أتوقعه، طبعا الميدان نشوف الإعلام يلعب، الإعلام طيب. يكذب ويلعب على، ما نقصدش الإعلامي، الإعلام الأجنبي، إيه الإعلام الأجنبي والإقليمي يعني مش نهضر على الجزائر طيب. بالنسبة يصور لك الأمور كأن المعركة حسمت، والمعركة لم تبدأ بعد. يعني نقول لك المعركة يستحيل حسمها في ليبيا عسكريا، يستحيل. الآن ما هي الخطوات العملية المرتقبة بالنسبة لبرلين؟ الجلسة اللي راح تكون، من المتوقع جدا أن تخرج بخارطة الطريق، خارطة الطريق واضحة المعالم، فيها تحتاج باش تتجسد هذه خارطة الطريق تحتاج إلى ما يسمى بجو التهدئة. جو التهدئة يفرض من طرف القوى العظمى والأمم المتحدة إذا كان وصلوا لهذه القناعة يفرضوا وقف لإطلاق النار ولا الاشتباك المسلح على الأقل مؤقتا. لكن خارطة الطريق ربما بغياب ممثلين عن الأطراف الموجودة في ليبيا. لا، هي خارطة الطريق ما يسمعوهاش الأطراف المتنازعة. الأطراف المتنازعة تدخل هي توافق على خارطة الطريق،
ثم تدخل في حوار بناء على خريطة الطريق، مش الأطراف المتنازعة تروح تحضر من طيب أول يوم في خريطة الطريق. هنا أقصد يعني طرفي صراع الليبيين، يعني ليس الأطراف الفواعل الأجنبية. هما الآن الأطراف، إذا قلنا طرفي الصراع بالمفهوم تحالفات اللي راهي موجودة على مستوى موجودين الآن، لكن أصحاب الطرح الآخر، أصحاب طرح الحرب والاستمرار في الحرب، ما عندهمش حجة، ما عندهمش بديل. ولذلك عندما يلجأ إلى جلسة فيها منطق وفيها عقل وفيها قوانين دولية وفيها قوانين إقليمية قوانين وطنية، يصبح عاجز. الآن فرنسا كي تحضر ولا ألمانيا ولا دولة أخرى، ما عندهمش ماذا يقولون مقارنة بالموقف الجزائري اللي عنده رؤية متكاملة ألف با جيم دال إلى آخره. طيب، خصوصا أنه لم يتورط عسكريا في الميدان. صحيح، الناس هادو ما همش يعني يستمعوا لمنطق العقل، رايحين يستمعوا أكثر شيء لمنطق الواقع. ولذلك دخول تركيا بالرغم أننا ضد الحرب اليوم وغدا وفي المستقبل سواء في تركيا ولا بغيرها، لكن دخولها هو لإعادة التوازن العسكري، ليعلم حفتر ومن وراءه طيب أنهم لن يستطيعوا الحسم. طيب، ليس لأن من أجل أن تركيا تقضي على حفتر، أبدا، مش هذا الهدف. طيب، ربما أيضا زيارة أو دعوة للرئيس التونسي قيس سعيد لزيارة الجزائر حول الملف أيضا الليبي، أي دور ربما سيلعبه التنسيق الجزائري التونسي في هذا الملف؟ هي دعوة جت في وقتها ودعوة ذكية جدا. لما أنا كنت تكلمت لك على تغييب تونس في قمة برلين، لتونس لدولة من دول الجوار لموقف تاعها مطابق تماما مع موقف الجزائر، لدعم موقف الجزائر وكذلك الموقف الجزائري دعم الموقف التونسي. حتى الإخوة الليبيين يحترموا الجزائر وتونس على المواقف تاعهم المطابقة. فاليوم الجزائر أنقذت الموقف بدعوة تونس لإدخالها في صلب الموضوع. اليوم الجزائر يعني لحسن الحظ عودت رجعت إلى مكانتها في الوقت المناسب. اليوم الجزائر نعلم جميعا على أنه قوة الجزائر لما يكون تفاوض سلمي، فشفنا كيفاه يعني التاريخ عبر التاريخ كيف الجزائر كانت عندها أدوار رئيسية فيما يخص فض النزاعات يعني في دول حتى بعيدة عن الجزائر. يعني الخبرة نتاعها والسمعة نتاعها وتاريخها في هذا الميدان يعني راح ينعكس على اليوم القضية الليبية، لأنه لا محالة على أنه الحل راح يكون حل سلمي. ولذلك الإخوان في ليبيا يعني جد سعداء بعودة الجزائر لعب دور نتاعها في القضية الليبية، اللي راح يكون عندها تأثير وراح تكون لاعب رئيسي بالنسبة للحل السلمي ما بين الأشقاء، وراح تكون عندها يعني الكلمة العليا في القضية الليبية بفضل دبلوماسيتها بفضل الطرح نتاعها المقاربة نتاعها يعني المنطقية جدا، واللي أثبتت يعني عبر العالم يعني الحياد نتاعها الموقف يعني نتاع على انه إشاعة السلم في العالم خاصة في دول الجوار. هذا اللي راح يعني يمكنها من استقطاب يعني وحشد يعني الدعم نتاع مجموعة كبيرة من الدول اللي منضوية تحت الأمم المتحدة. يعني ان ربما كاين بعض الأطراف حتى في الحل السلمي تحاول على أنها تتموقع وعلى أنها تمشي المصالح تاعها. الحضور تاع الجزائر راح يكون له دور كبير الدفاع على المصلحة تاع الشعب الليبي اليوم اللي راهو مقسم اللي راهو في وضعية ضعيفة. فالشعب الليبي يشوفوا على أنه الدولة الوحيدة المؤهلة واللي فيها ثقة واللي راح تلعب دور في المستقبل هي الجزائر، طبعا بدعم من تونس. حتى يعني بالنسبة لمصر رغم أنها في الجهة الأخرى ظن لما يتعلق الأمر بالحل السلمي، لأنه مصر رغم أنها انخرطت لأسباب معروفة ربما أسباب اقتصادية أسباب مصلحية، لأنه لما يتعلق الأمر بالحل السلمي نظن على أنه الجزائر
قادرة بها تقنع مصر، لأنه مصر دولة مجاورة لليبيا ويهمها كثير، خاصة في الوضعية اللي راد تعيشها مصر يهمها كثير الاستقرار نتاع ليبيا لما تتأكد على أنه الحل العسكري انتهى وراح الحل السلمي، وراح ربما كذلك تستقطب حتى دول الخليج. الجزائر عندها سمعة وعندها تأثير كبير، لما يتأكدوا على أنه الحسم العسكري انتهى فنظن أنه كل الدول سوف تقنعها الجزائر وسوف تنخرط في هذا الحل، والجزائر يكون عندها يعني النظرة اللي رسمتها النظرة الاستراتيجية، نظن أنه يرجع لها يعني تكون عندها دور فعال في الإخراج نتاع يعني الإخراج لا رياليزاسيون وإخراج كذلك ليبيا من هذه الأزمة، هذه لا محالة. طيب، نتحدث اليوم عن إمكانية حدوث تنسيق ما بين الجزائر تونس وحتى مصر أيضا، هل يمكن أن يكون هناك تنسيق بين هؤلاء الجيران لليبيا من أجل يعني تمرير هذا الحل السلمي بالرغم من أنه مصر تدعم طرف اللي هو خليفة حفتر؟ هو عندما يلجأ الجميع إلى طاولة المفاوضات والحل السلمي وفق خارطة طريق مرسومة، الآن كل شيء معول على برلين وعلى خارطة الطريق التي سوف تخرج منها. أكيد أن دول الجوار، دول أولا المغرب العربي لأن ليبيا تنتمي للمغرب العربي، والمغرب العربي بكامل أعضائه يجب أن يستشار، وليس يستشار فقط، يجب أن يقحم في الحل في عملية الحل وأن يساهم في المغرب بعيد الحل. المغرب بعيد عن الحل. يعني هو ليس له حدود، ولكن ليبيا هي الدولة من المغرب اتحاد العربي. المغرب العربي يعني أفرض لو كان الاتحاد، لو كان المغرب العربي فيه اتحاد حقيقة، يعني سيكون العدوان على ليبيا هو عدوان على المغرب، صحيح، والعدوان على ليبيا هو عدوان على الجزائر، والعدوان على ليبيا هو عدوان على تونس. إذن دول المغرب العربي هي الأولى، ثم إفريقيا وخاصة الدول المجاورة أيضا لها كلمتها ولها دورها، ثم بعد ذلك يعني من نستطيع أن نسميهم رعاة الحل، يعني اللي يكون الحل تحت رعايتهم تحت إشرافهم. إذن الذي يعني أنا نقول أن ما يحدث الآن في ليبيا لحد الآن يعني إعلاميا مضخم بعشرات المرات، الحقيقة بين الحقيقة والميدان وما ينشر في الإعلام وفي قنوات الإعلام هناك تضخيم كبير جدا، وكأنه يعني حرب عالمية قائمة. لا، هناك حشد عسكري على الميدان، وهناك حشد إعلامي أكبر منه تقوم به السعودية، الإمارات، يعني الإعلام في الشرق الأوسط بصفة عامة، مدعم من طرف فرنسا اللي عندها أجندات أخرى تختلف تماما. فرنسا ما عندها حتى، وأمريكا لا يهمها إلا أن تكون حروب وأن مصانع السلاح تعود تشتغل من جديد، وخاصة في عهد ترامب. الهدف هو بيع مزيد من الأسلحة، الهدف نتاع فرنسا وبعض الدول الأخرى هو أنها تريد أن، لأنه ليبيا ما زال تحت طائلة المنع يعني التداول السلاح، بيع السلاح، يعني ربما باش يرفعوا هذا الحظر يزيدوا يبيعوا مزيد من الأسلحة، لكن على حساب الشعوب وعلى حساب المنطقة وعلى حساب الاستقرار العالمي. أنا الذي أقوله أن أوروبا مش غبية لهذه الدرجة. الخاسر الأكبر بعد الجزائر هي أوروبا، لأنه إذا كان صارت حرب مدمرة كما راهم يروجوا لها، معناه سوف تكون هجرة كبيرة جدا. صحيح، موجة ولين تروح هذه الهجرة؟ وين تروح؟ رايحة تروح لأوروبا، والشعوب الأوروبية لن تقبل أبدا، لن تقبل بهذا. إذن عندهم حدود معينة، هم يلعبوا على التوازنات، يريدون خلق وضع جديد، يريدون خلق يعني حليف لهم في المنطقة ليمرروا مشاريعهم الاقتصادية الاستراتيجية، لكن مش على حساب الوضع الداخلي نتاعهم. إذن
أنا أقول أن هناك تهويل كبير بين الحقيقة في الميدان، حتى الكلام على أنه دخل لسيرة واحد الحديث كلها، يعني الحقيقة اللي موجودة في الميدان أنه دخل إلى قطعة في 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 في, في سيرت، لأنه سيرت كما نقولوا إحنا يروح على جرون بوست يقول كودة زير كامل. طيب الآن الشيء المطلوب، الشيء المطلوب هو التعبئة الكبيرة في اتجاه الحل السياسي السلمي الذي يقع طيب بين الليبيين. الرسالة وصلت، ربما حتى نختم لأنه لم يبقى من الوقت إلى دقيقتين. هل نتوقع حلا سياسيا قريبا؟ لا، هو الحل السلمي أصبح يعني هو اللي فرض نفسه على الميدان، لأنه كما تكلمنا اليوم حفتر راهنت عليه مجموعة من الدول إلى يعني مدة طويلة، يعني فات الوقت اللي كان مخصص له بشي كثير. فكل الدول تأكدت الآن على أنه الحل العسكري المراهن على حفتر ورقة خاسرة، يعني هذا شيء أكيد. اليوم لما دخلت أطراف أخرى خاصة دول الجوار، لما اليوم لحسن الحظ تونس انتخبت رئيسها، الجزائر انتخبت رئيسها، عاودوا استرجعوا الدور نتاعهم، نظن أنه هذه الزوج دولتين ربما هناك من يشوف على أنهم دول ما عندهاش دور كبير، ولكن بالنسبة لكل الدول الأخرى يشوفوا على أنه دور الجزائر زي تونس، الجزائر طبعا في المقدمة يعني بالزخم نتاعها الدبلوماسي والعسكري والسياسي وثقلها في المنطقة. نظن أنه اليوم حتى بالنسبة لأوروبا ما عدا فرنسا تدرك، أنا نوافقك تماما، يعني في حالة استمرار هذه الوضعية مدى الضغط ماذا ستتحمله أوروبا في السنوات المقبلة. فاليوم ما عدا فرنسا وعلى رأسهم يعني اليوم ألمانيا تريد حلا سياسيا في أقرب الآجال. اليوم هذه الوضعية في ليبيا لا تخدم أي طرف ما عدا الأطراف التي ستستفيد ماديا عسكريا من بين بيع السلاح أو التموقع في المنطقة. شكرا جزيلا لك الأستاذ كمال بن سلم رئيس حزب التجديد الجزائري. شكرا. كما أشكر أيضا الأستاذ عز الدين جرافة المحلل السياسي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا، نلقاكم غدا، إلى اللقاء.